السيدة الأمين العامة، السيد رئيس الاتحاد، السادة المنتخبون، أصحاب الفكري والأدب والشعر، أهلا وسهلا بكم في فعاليات انطلاق مرحلة أشغال أعمال اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، والذي يهدف من ورائه من خلال هذه المرحلة الجديدة إلى تجدد العطاء في مختلف أوجه الشعرية والفكرية، وكذلك لتنمحي الصورة القاتمة عن الشعر وأهله. فالشاعر مرهف الإحساس، ينبغي أن يكون نظيف الهيئة والمكان واللباس. تلكم هي الرسالة. سنفتتح على بركة الله أعمال هذه الأمسية الشعرية والفنية مع كلمة للأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الشاعر والأديب أحمد ولي الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه العربي الأمين محمد بن عبد الله. السيدة الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، السيد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، السيد رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، السيد رئيس المجلس العلمي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ممثلا في نائبه، السادة المنتخبون، السادة الأعضاء المؤسسين لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، السادة الأدباء والمثقفون، أيها الحضور الكريم، قد تعرى ظهور الخيل لا عن ترجل فرسانها، ولكن الأمر لا يعدو كونه استراحة محارب. ها قد عاد الفرسان إلى صهوات الجياد، ودوت في سمع الزمان حماحم خيل بشرت بركوب، وهي أرضنا أرض الجلاد، منذ أن كانت الشمس صبية برهة بعد انفكاكها من مشيمة درب التبانة. قارع أسلافنا الغر خطوب الزمان، هواجر الصحراء تيها المفازات، وما ضعفوا كان قدرهم أن ينتصروا غب كل رهان. صاغوا خصوصيتهم الفريدة، وسار ذكرهم أن توجهوا. ملأت ترانيمهم أذن الجوزاء، وكانوا مع كل شارق ركبا من الأشراف منتظما. تخذوا ظهور العيس جامعات، عنا لخريجيها غلب الفطاحلة من كل لسن وأمة. ولما أظلت صحراءنا طلائع المستعمرين، عضوا على هويتهم بالنواجذ، وانتظمت الكتائب والكتب والمحاريب في جلاد مظفر، لم يرضوا منه من الغنيمة بالإياب، بل كان النصر حليفهم كما كان حليف أشياعهم من قبل، وفي ذلك ذكرى لأجيال اليوم والغد. وبعد ميلاد الدولة الموريتانية الحديثة العربية المسلمة الإفريقية الفاعلة في محيطها وخارجه، المرتوية من نسغ انتمائها الحضاري المتشبثة بعرى تنوعها الموحد، لم يحد اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عن وصات الآباء،
وكان معلما من معالم التعريف بالبلد. جسد ذلك في إصداراته التي نافت على 100، وفي مهرجاناته التي لم ينفرط عقدها منذ عقد من الزمان. جسده في رحلة أمراء الشعر المنتمين له بعلم موريتانيا إلى شماريخ المجد. اليوم ينطلق مدى آخر، اليوم ينطلق مدى آخر من مداءات الإبداع، مضمار آخر من مضامير الخلق والتنوير. ينطلق وموريتانيا تمسك زمام أمر بني أبيها بعد قمة العرب على أرض المرابطين، وهو ما يستدعي منا في اتحاد الأدباء إطلاق مرحلة جديدة من العطاء الإبداعي المتجدد. مرحلة تنطلق من مكانتنا التي تبوأناها عبر تراكماتنا التاريخية ودورنا الحالي، وهو من عكس في تحديث وعصرنة واجهة هذا الاتحاد مع تولي التسيير فيه من طرف مكتب يضم مقامات فكرية وأدبية معروفة. وفي هذا الإطار ونظرا لإلحاح تحسين صورة الاتحاد، قرر المكتب التنفيذي الجديد القيام بخطوات من أهمها تجهيز 11 مكتب كما مكيفة طبعا، وتزويدها ب6 وحدات معلوماتية، وينوي الاتحاد اقتناء تجهيزات أخرى في إطار ميزانية الاستثمار للعام الحالي، وهو ما سيساهم في الرفع من أداء الاتحاد طبعا، ويساهم أيضا في أدائه رفع مستوى الدعم الذي تبين عبر قرون مضت أنه لم ولن يتجاوز الدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة. تشير فأدري ما تقول بطرفها وأرفع طرفي عند ذاك فتفهم هي قاع اللابه للواد الأبيض تجبرها في التلواد، والله نزلت القراير زاد قرارت الفرس ماها بعيد، والله تقبل وما الشناد القراير قاع اللابه بليد. أشكركم، السلام عليكم. شكرا للشاعر والأديب أحمد للواد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على هذه الكلمة الجميلة. الآن نستمع إلى نشيد طبعا، ونحن الليلة بضيافة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. هذا النشيد هو بعنوان قلعة المجد، سيؤديه سلطان الألحان الفنان الكبير محمد الميداح، وهو من كلمات زميلنا الشاعر سيدي ويلم جاه. إذن الشعر مرتبط بالفن ارتباطا عميقا. سنستمع إلى هذه الألحان وهذه الأنغام ثم نعود لمتابعة بقية البرنامج إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الموقف يدعو لبعض الارتباك قليلا، فكيف لمجرد فنان بسيط مثلي أن يتكلم بلغة الضاد أمام زهابلة الأدب الموجودين أمامي؟ ستذكر أني ولمان وأبصر كما أنا. السلام عليكم، أنتم أش حالكم؟ حرجني يا سيدي اللي يطلب مني عني نحكي النشيد زي حتى وانا ما نعرف كان اللي نحكيها لحالته. رقم ان اداؤه كان ارتجال لانهم علموني بربحه الاولى، وكنت عندي خلل شوي في الاستوديو وقدرني شغله تام اليوم هم اللي لهنا. قلعة المجد أبشري
من جديد برؤى الفن والهوى والقصيد. قلعة المجد أبشري من جديد برؤى الفن والهوى والقصيد ونشيد من الجمال الموشى بسنى الحرف يا له من نشيد. يتهادى من عهد بلقيس يجهو في عكاظ وفي عراق الرشيد وليال في قرطبة الوصل يا ما تيمت لوعة فؤاد العميد. وبالشقيطة لم تزل ذكريات تحفظ العهد للزمان الفريد. فتية آمنوا بدرب المعالي في اتحاد الكتاب أيد بأيد جدد العزم أن يكون لواء شامخا في السماء كصرح مشيد. عيده اليوم عيدنا ومنانا وقلعة المجد ألف عيد وعيد. قلعة المجد إذن ألف عيد وعيد من كلمات الأستاذ والشاعر الكبير سيدي والأمجاد. أرجو أن نعود البيت كما ينبغي. شكرا. المجد يبشريني جديدي برؤى الفن والهوى والقصيدي
شدد العزم أن يكون لواء شامخا في السماء كصرح مكين شدد العزم أن يكون لواء شامخا في السماء كصرح مكين عيده اليوم عيدنا ومنانا قلعة المجد يده عيد وحيد قلعة المجد يده عيد وحيد قلعة المجد يبشني من جديد بروح الفن والهوى والقصيد ونشيد من الجمال الموجه لسان الحرب يا له من نشيد قلعة المجد يبشني من جديد بروح الفن والهوى والقصيد ونشيد من الجمال وهو يمثل أمانة العلاقة الخارجية باتحاد المدباي والكتاب المتانيين لقراءة التهاني الواردة بمناسبة المكتب الجديد أدعوه مع الشكر والتقدير لنا سيد الأمين العام السادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد انتخاب المكتب الجديد لاتحاد المدباي والكتاب المتانيين برئاسة الدكتور محمد واللحوانة تم التواصل مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من خلال أمانة العلاقات الخارجية التي أتشرف بتوليها بالاتحاد وربط العديد من الاتصالات باتحادات الأدباء والكتاب العرب في العالم العربي وقد أسفرت هذه العلاقات والاتصالات عن خطوتين مهمتين الأولى هي الاعتماد الرسمي لنتائج اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين من طرف الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في على مستوى هيئته الرسمية والمسألة الثانية هي إشعار اتحاد الأدباء والكتاب العرب رسميا لجميع الاتحادات العربية بتبني الانتخابات الشفافة التي تمت بانتخاب الدكتور محمد والأخوان في اتحاد الأدباء الموريتانيين وهذا ما جعل رسائل التهاني تتوارد منذ عدة أيام إلى أمانة العلاقات الخارجية في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بدءا بالتهنئة الرسمية التي بعدها حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس اتحاد أدباء وكتاب الإمارات وكما تعلمون فإن رئاسة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب انتقلت من مصر إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الانتخابات بعد المؤتمر 26 الذي تم في أبو ظبي نهاية العام الماضي بحضور نائب رئيس اتحاد الأدباء الموريتانيين الأستاذ الشاعر الكبير وليد الناس الكويري هنو إذن أقرأ أولا رسالة التهنئة الواردة من حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الأستاذ الدكتور محمد والإخوان رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين تحية طيبة وبعد فقد بلغنا نبأ انتخابكم رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في دورة جديدة وبهذه المناسبة أتقدم إليكم باسمي وباسم الزملاء ورؤساء الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات بخالص التهنئة القلبية على ثقة الجمعية العمومية فيكم وفي جميع الإخوة الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي الجديد الذين نعتز بهم جميعا مع خالص تمنياتي أن يشهد اتحادكم الموقر المزيد من النجاحات في دورته القادمة تحت رئاستكم مع مزيد من التواصل البناء مع الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وبجميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه بما يخدم استقلالية الأدباء والكتاب الموريتانيين في كل مكان ويصب في صالح الثقافة العربية بشكل عام وفي هذا الصدد فإن الاتحاد العام يثمن الدور الكبير الذي قام به الأستاذ عبد الله السالم المعلى الرئيس السابق للاتحاد في قيادة اتحادكم الموقر في الفترة السابقة واستطاع أن يقوده بحنكة وحكمة مشهولين حفاظاً على الكيان الثقافي المهم الذي يمثل الأدباء والكتاب الموريتانيين بكل ثقلهم في الثقافة العربية مع خالص التقدير والاحترام حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العربي التهنئة الموالية من رئيس اتحاد الأدباء
والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس. إذا هذه تهنئة من بيروت إحدى قلاع الثقافة العربية. سعادة الأخ الكريم الدكتور محمد دول الأحوان المحترم رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية وتقديرا يسعدني ويشرفني باسمي وباسم اتحاد الكتاب اللبنانيين أن أتقدم منكم ومن زملائكم الكرام بأطيب التهاني وأصدق التبريكات لمناسبة انتخابكم، متمنيا لكم والاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين كل خير وفلاح، مع الأمل أن نتمكن معا من شد أواصر العمل عبر اتحاداتنا ومن خلال الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مع أمل اللقاء القريب. أكرر تهنئتي لشخصكم ولجميع زملائكم. أخوكم الدكتور وجيه فانوس، أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لشؤون الحريات وقضايا التحرر القومي في الوطن العربي. التهنئة الموالية من اتحاد كتاب المغرب. حضرة الأخ المحترم الأستاذ الدكتور محمد دوحوان رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية طيبة. وبعد تلقينا في اتحاد كتاب المغرب بسرور واعتزاز بالغين خبر انعقاد مؤتمر اتحادكم العام وانتخابكم رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وانتخاب هيئة تنفيذية جديدة لاتحادكم العريق. ويسعدنا بهذه المناسبة الكبيرة أن أتقدم إليكم رئيسا وأعضاء أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع إخوتي في الهيئة التنفيذية وفي مختلف هيئات اتحادنا بتهانينا الصادقة على نجاح مؤتمركم العام وعلى تجديد هيئاته وانتخابكم المستحق على رأس اتحادكم الموقر. كما نشكركم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها وفد اتحادنا المبعوث إليكم لتهنئتكم وللتباحث معكم في شأن توطيد أواصر التعاون الأخوي والثقافي القائم بين الشعبين والاتحادين بما يخدم العلاقات الثقافية ومستقبلها في وطننا العربي الكبير وفي بلداننا المغاربية. وتفضلوا حضرة الأخ الكريم بقبول فائق تقديرنا ومودتنا. عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب. وفعلا كان هناك زملاء أدباء من المغرب برئاسة الأخ مال عينين الشيخ مال عينين، وطبعا هؤلاء جذورهم الوطن الشنقيطية معروفة، وتقدموا بالتهنئة لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مبعوثين من رئيس اتحاد كتاب المغرب. التهنئة الموالية من عمان عاصمة الأردن. الأخ الدكتور محمد دوحوان رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين المحترم، تحية العروبة. وبعد تلقينا ببالغ الارتياح نبأ انعقاد المؤتمر العاشر لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الشقيق وما أسفر عنه من نتائج طيبة متوجة بتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي الجديد برئاستكم وعضوية كوكبة من زملائكم الجدد. إننا إذ نهنئكم وزملائكم أعضاء المكتب التنفيذي بتولي هذه المسؤولية لنعبر لكم عن تمنياتنا لكم بالنجاح في خدمة بلدكم الشقيق وثقتنا في مواصلة التعاون والعمل المشترك معا على الصعيدين الثنائي وفي إطار اتحادنا العربي العتيد لما فيه مصلحة أمتنا ووطننا العربي الكبير. وكلنا ثقة بأن نشكل توليكم وزملائكم هذه المسؤولية النبيلة رافدا فاعلا في خدمة قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها قضية الفلسطينية المشتركة جميعا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور زياد أبو لبن. التهنئة الموالية من دمشق عاصمة سوريا الحبيبة لاتحاد الكتاب العرب في سوريا. الأخ الدكتور محمد وحران المحترم رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية ومحبة. وبعد فإننا في اتحاد الكتاب العرب في سوريا نبارك لكم وللأعزاء في المكتب الجديد لاتحادكم الموقر ثقة الأشقاء من الأدباء والكتاب في موريتانيا العزيزة بتنزيلهم في مكتب الاتحاد وبتقديرهم لكم. وإذا نعبر لكم عن تقديرنا لمكانتكم في الثقافة العربية يطيب لنا أن نؤكد استعداد اتحادنا لتزمير علاقات التعاون معكم على غير مستوى. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير دمشق 15/8/2016 الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا. التهنئة الموالية من القدس من فلسطين الحبيبة. حضرة الأخ الأستاذ الدكتور محمد وأحوان المحترم رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية طيبة. وبعد تلقينا في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين نبأ انعقاد مؤتمركم الموقر ونجاح جلساته التي أفرزت أسماء نكن لها كل الاحترام وهي ذات فعل واهتمام بالشأن الثقافي بأبعاده المحلية والعربية والعالمية. وإننا إذ نخاطبكم مهنئين
هذا النجاح وانتخابكم رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، والذي كلنا ثقة في شخصكم ومكتبكم التنفيذي بقيادة الاتحاد نحو آفاق رحبة من الفعل الثقافي وترسيخ حضوره في المشهد الإبداعي، ولا يسعنا إلا أن نمد جسور التعاون معكم لفتح فضاءات خلاقة من العمل المشترك. الشاعر مراد السوداني، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين. التهنئة الموالية من القاهرة من جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور محمد وحضانة، تحية طيبة. وبعد باسمي شخصيا وباسم مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر نقدم إليكم أحر التهاني بمناسبة حصولكم وهيئة مجلسكم الموقرة على ثقة الجمعية العمومية، ونتمنى لكم كل نجاح وتوفيق في مهماتكم الجديدة لرفع قيمة الكلمة العربية ولدعم الإبداع العربي في المجالات كافة. وفقكم الله في كل ما تطمحون إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر. التهنئة الموالية من الكويت، عناية الأستاذ الدكتور محمد وحضانة، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية طيبة. وبعد نبارك لكم وللأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على اختياركم لتولي هذه المسؤولية الثقافية، ونسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح لخدمة الأدب الموريتاني العريق بما يسهم في نشره في كافة أرجاء العالم. ويسعدنا دائما أن يكون التعاون معكم بما يخدم الحراك الثقافي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام طلال سعد الرميضي، أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين. التهنئة الموالية من مسقط، عاصمة سلطنة عمان، الأخ الأديب الدكتور محمد وحضان المحترم، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية تقدير وإجلال. وبعد نهنئكم بالثقة التي نلتموها من الجمعية العمومية لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وبفوزكم برئاسة مجلس إدارة الاتحاد، متمنين لكم أنا وزملائي في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء كل التوفيق في مهمتكم الجديدة، سائلين المولى عز وجل أن يكرم جهودكم بالتوفيق والنجاح، ونحن على استعداد لمد يد التعاون لاتحادكم الكريم ولكل ما من شأنه أن يوثق عرى الأخوة فيما بيننا تجمعنا أهدافنا السامية النبيلة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول عظيم التقدير والاحترام محمد سعيد بن محمد الصقلاوي، رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ما نقدر نطول عليكم، ما زالوا عندنا تهنئتين، والتهاني اليوم ما زال التوارد. التهنئتين الأخيرتين من السودان ومن اليمن السعيد إن شاء الله. سعادة الدكتور محمد وأحضانة، تحية طيبة مباركة نهديها إليكم من الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين، ونسعد كثيرا بانتخابكم لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب في موريتانيا الشقيقة التي تربطها مع السودان أعظم الوشائش والروابط التاريخية. نرجو نقل تحياتنا وتبركاتنا لكل أعضاء مجلسكم الموقر على الثقة الغالية التي أولتها لكم جمعيتكم العمومية، مع أمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة. فريق الدكتور عمر أحمد قدور، رئيس الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين. وأخيرا من اليمن الشقيق، الأخ الأديب الدكتور محمد وحضان المحترم، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، تحية وتقدير. وبعد نهنئكم بالثقة التي نلتموها من الجمعية العمومية لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وبفوزكم برئاسة اتحاد الأدباء، متمنين لكم أنا وزملائي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين التوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل أن يكرم جهودكم بالتوفيق والنجاح، ونحن على استعداد لمد يد التعاون لاتحادكم الكريم ولكل ما من شأنه أن يوثق عرى الأخوة فيما بيننا. الدكتور مبارك سالمين، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. ولعل التهاني أخرى وردت، وكنا مشغولين اليوم بتحضير هذا الحفل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بعد هذه التهاني والتبريكات من اتحادات الأدباء والكتاب العرب، سنستدعي الآن صاحب هذه التهاني، وهو الدكتور محمد الأحضانة، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما كان بودي أن أتكلم لولا المقام ولولا هذا الثناء الجميل الذي سمعته من إخوتي في العالم العربي. وكان هناك من تحدث عن الاتحاد قبلي فوفى وأوفى وأبدع وأجاب.
أشكر الفنان الكبير محمد الميداح على هذا النشيد وهذه الكلمات الرائعة، وأشكر الشاعر سيدو الأمجاد على توفيقه في هذا الشعر الجميل. السلام عليكم ورحمة الله. السادة الوزراء السابقين للثقافة، السادة رؤساء اللجان والجمعيات الوطنية، الجمعية الوطنية، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بأسمائهم وألقابهم وأسمتهم، الحاضرين من رؤساء الأحزاب ورئيسات الأحزاب أيضا، أيها الجمع الكريم، أيها الأدباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أقف أمامكم في هذه اللحظة السعيدة ونحن نفتتح نشاطنا السنوي إن شاء الله، ونفتتح ونفتتح الموسم وكبرك يا نسي السيدة الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية ومن ورائها وزير الثقافة. على كل حال قد ينسى المرء ما أقرب شخص إليه لأنه قريب منه جدا فلا يرى عن قرب، ويقولون إن الإنسان لا يرى عينه. السيدة الأمينة العامة، السادة المستشارين في وزارة الثقافة الزملاء، أيها الجمع الكريم، كل باسمه ووسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. لا أعرف كيف أستأنف لأنني نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان. أشكر جزيل الشكر السادة رؤساء وسدنة الأدب في العالم العربي على التهاني التي بعثوا بها إلينا، وأشكرهم خاصة على إعطاء مكانة كبيرة للأدب والأدباء في موريتانيا. وإن كنا نستحق فإن الإنسان يحب أن يسمع الثناء على أدائه الجميل. نحن هنا على ثغر من الأدب وثغر من الثقافة وثغر من الحضارة، ونحن سعداء جدا بأن نسمع أصواتنا وصدانا في العالم العربي، فلهم جزيل الشكر والامتنان، ونتمنى أن يكون برنامجنا منسجما مع برنامجهم ومسايرا له على أكمل وجه. في هذه السنة، لن أطيل، في هذه السنة تعتبر موريتانيا عاصمة سياسية للعالم العربي، ونحن إذ نهنئ فخامة رئيس الجمهورية على رئاسته للجامعة العربية بعد رئاسته للوحدة الإفريقية، نهنئه على الثقة فيه، ونهنئه على نجاحه في المهمة التي قام بها بالنسبة لإفريقيا، ونحن متأكدون بأنه سينجح في هذه المهمة إن شاء الله. وعلينا في هذا الجانب كأدباء أن نجعل من نواكشوط ومن موريتانيا عاصمة أيضا للثقافة العربية في هذه السنة، وعاصمة للأدب، وهذا ما سنقوم به إن شاء الله عبر مجموعة من الأنشطة تتمثل أولا، وهنا أعلن عن هذا، في مهرجان للشعر العربي، مهرجان عام للشعر العربي في نواكشوط، يستدعى إليه الأدباء ويتدعى إليه الأدباء من كل أنحاء الوطن العربي ليسمعونا ونسمعهم، ليسمعوا بلاد المليون شاعر، والمليون شاعر هذه إذا استمع تكون مليونان، وبالتالي فإن مليونا أذنين ستنصت إليهم، وهي آذان واعية إن شاء الله. فنحن ندعوهم إلى نواكشوط ليسمعوهم ويسمعهم الشعر في هذه السنة إن شاء الله، في آخر السنة إن شاء الله.
المسألة الأخرى التي نسعى إليها في برنامجنا هي إنشاء مقر محترم ولائق لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، يدخلونه أعزاء ويخرجون منه أعزاء. المسألة الأخرى هي أننا نهيب بالمجتمع المدني كله من البرلمان من غرفتيه إلى جميع المؤسسات والجمعيات الثقافية والمدنية لمد يد المساعدة بالحضور أولا وبالمؤازرة ثانيا، لنؤدي مهمتنا وهي مهمة كل الموريتانيين. نحن معروفون بالأدب، معروفون باللغة العربية، معروفون بالغنباط في البيضان، في تراب البيضان، ولذلك يجب أن نكون عند حسن ظن الجميع. هذا الجهد سيحاول اتحاد الأدباء إن شاء الله في مأموريته أن يقوم به، ونطلب منكم أن تدعوا لنا جميعا بالتوفيق في هذه المهمات إن شاء الله. ونحن نشد على أيدي وزارة الثقافة ووزارة الوزارات المعنية وعلى يدي السلطات العليا لدعمها للثقافة، ونشكر رئيس الجمهورية خاصة على إعطائه الانطباع بأن موريتانيا ليست سياسية فقط وإنما هي دولة الثقافة والشعر والأدب. وشكرا. إذن الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية أعطت قبل قليل إشارة البدء في أعمال وبرنامج اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين لعام 2015، وبحضورها كذلك أعطت إشارة البدء وكانت لكم الكلمة الرسمية لرئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الدكتور محمد ملحظان. سنعود طبعا من حيث بدأنا إلى اللحن والكلمة وإلى سلطان الألحان محمد الملداح في قصيدة أمير الشعراء التي عرض بها أبي فراس الحمداني رهين قيود الروم، وهو الموجود معنا إن شاء الله، ونستمع إن شاء الله بعد هذه الوصلة الموسيقية إلى شعره وإنتاجه. الأستاذ محمد أولى طالب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية. من روايع أمير الشعراء محمد للطالب طبعا وزارة هدى الأمير بفراس الحمداني، رهين قيود الروم يلهو بك القدر ولا فدية ترجى ولا صولة بكر. وقد علمت حملات أنك سيد.
عليه يا بدر فقامتك الفرا سما حزنا دماؤهما مر ودجلة ترنو للفراق كئيبة قد اقتسما حزنا دماؤهما مر وتلك مياه النيل ساه مذاقها فلم ينشو لا بحر لدينا ولا نهر أبا البقر لا سر شربت به النوى ولكن أسر الحول بينا هو الأسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الأمين العام والوفد المرافق، السادة المنتخبون، أساتذتنا الأعزاء، أدباءنا الكرام، سياسيين، جمهورنا الحبيب، نحن نتشرف الليلة بحضوركم معنا لانطلاق هذه التظاهرة، لانطلاق هذا الحفل الذي يعبر عن مستقبل واعد لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بهذه المناسبة. ونطمئنكم ونؤكد للجميع أننا نود لكم وللجميع يد التعاون، يد الشراكة، يد التعاطي الإيجابي من أجل النهوض بالصرح الأدبي والثقافي عموما.
نحن نؤمن بأن العمل الجماعي هو الذي يؤدي إلى التنمية الاجتماعية والثقافية للبلد. لذلك فنحن نثق بأن قافلة الأدب لن ينتظم سيرها إلا إذا شارك فيها جميع الفرقاء وجميع الشركاء، وكل ينتظره مكانه بحول الله، ولن يسد أحد مكان أحد. فالأدب للجميع، والأدب بضاعة الجميع، بضاعة الجميع، وينتظر من الجميع التعاطي الإيجابي. ونحن رهن الإشارة إن شاء الله، وننوي إن شاء الله كما ذكر رئيس الاتحاد أن نقوم ببرنامج طموح يرضي الجميع إن شاء الله، ويعيد للأدب الموريتاني ألقه ومكانته ودوره الريادي. نريد من الأدب الموريتاني أن يشارك مشاركة حية وفعالة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد اجتماعيا وثقافيا وأدبيا. نريد أن يشارك الأدب مع الفن، نريد أن يشارك الأدب مع الاقتصاد، نريد أن يشارك الأدب مع السياسة. لماذا دائما الموريتانيون يهتمون للسياسة أكثر من غيرها من المجالات الحيوية التي تعبر عن صميم وجدان المجتمع، عن صميم اعتقاد هوية المجتمع، هوية المجتمع. تعرفون جميعا أن الأدب عبر التاريخ الموريتاني كان السفارة الحيوية الفاعلة في مشارق الأرض ومغاربها، فقد لعب الدور الأبرز في تقديم بلادنا إلى الآخر. نحن نريد من الآن أن نعيد للأدب هذا الشموخ وهذا الأداء وهذا الإبداع، ولكن ذلك بشرط، شرط واحد، أن تكون شراكة لجميع الشركاء، لجميع الفاعلين، لجميع المهتمين بالحق الأدبي والثقافي، سواء كان ذلك يتعلق بالشعر أو الكتابة، يتعلق بالفن، يتعلق بالتراث. كل هذا مجال واسع وخصب لمشاركة الجميع، ونحن بحول الله نمد اليد مبسوطة للجميع، ونتعهد إن شاء الله بأننا في خدمة الجميع، ونهمه للجميع مشاركته وتعاطيه معنا في المرحلة الحالية. ونرحب بكم من جديد، ونقول لكم كبير علينا أن تزوروا مقرنا لتشريفنا منكم بفضل الزيارة. نشير إليكم للمعاني تفي بما أردنا من الإكبار، أردناه إكبارا من نشير إليكم للمعاني تفي بما أردناه إكبارا، أردناه إكبارا بتلك الإشارة. نشير إليكم بالمعاني، نشير إليكم للمعاني تفي بما أردناه إكبارا بتلك الإشارة. السلام عليكم ورحمة الله. الشاعر الذي سنستمع إلى إنتاجه هو من رفع عالم الشعر خفاقا في سماء أبو ظبي من خلال مسابقة أمير الشعراء، وهو الذي يقول فيه أحمد بن الوالد: وللطالب من يوم مشيت التلفزة عاد في البيت، على أبو ظبي كل قيت من باب صديقك للمهجة، سهيت الراجع عن تحريض تخراط الجزيرة للج واللي قلي قرسنا السيد مسلسلات الدبلجة. إذن وللطالب جانا جالب غلب كبير وقيم ضج ومشج، كيف غالب من حق التمثيل تنجى، شكرا محمد الطالب وشكرا يا أبا شجع محمد الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أبارك للأدباء مقرهم الجديد ورئيسهم الجديد ومكتبهم الجديد وعهدهم الجديد ومنبرهم الطويل الجديد.
وهذا المنبر ينبغي أن تحافظوا عليه، سيكون له شأن قابل للجميع. وأن تقوموا لسيدي ودمجاد بدورة تدريبية في التسلق في اليابان. سأقرأ من اعتمادا على الذاكرة بعض المقطوعات. ماذا عرفت؟ ماذا عرفت؟ وما الذي لم تعرف؟ يا فتنة الممشى وزهو المعطف، ماذا عرفت؟ وما الذي لم تعرف؟ يا فتنة الممشى وزهو المعطف، عيناك واحات تحوم بسحرها روح المساء ويلف حبر الأحرف. عيناك واحات تحوم بسحرها روح المساء ويلف حبر الأحرف. الكحل يرفض فيهما متوضيا في ماء لحظ ناعس متعسف، ودم المجرة خمرة قد آلت سر الأباريق الذي لم يولد. ولقد مررت ببابكم متوليا وشممت أنفاس البخور المطرف، إن الصبابة عفوة وشرارة فإذا صبرت فنارها لا تنطفئ. زمان الوصل يا شرخ الشباب، أتذكر ليلتي عند الرباب؟ زمان الوصل يا شرخ الشباب، أتذكر ليلتي عند الرباب؟ وش الشعر من غزل وغنج وتبسم عن جواهرها العذاب، أحلي من محاسنها حروفي وأملأ من مواجدها شرابي. أقول لها كلاما في كلام وتسمعني عتابا في عتاب، ويهجع جمرها للشاي وهنا هجوع الخمر في مهج الخمر.